صباح الخير الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم في فيديو جديد، فلوج جديد نديكم معايا اليوم. اول حاجه وهي عندي امتحان اليوم. الامتحان اللي عندي اليوم البنات هو ديال كي ان ام، كنس نيدرلاند ماتش خايب. ادي اليوم امتحان فيه، ادي معاه جويل وحده. دابا راها 12 قد خاصني 12 وربع نخرج، باش 12 ونص نكون تما قريب ليا سانتر، ما بعيدش عليا بزاف. شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول البنات اللي خلاو لي تعليقات على الديديكات اللي درت معاكم البارح. بغيت نقول لكم شحال وحده قالت لينا، قالوا لي نسيتينا سناء، ما درتيش لينا حنا التحيه. بغيت نقول لكم راه ما درتش، ما جيتش ودرت هاد التحيات، حيت انا درتها للبنات اللي كيكتبوا لي مثلا سناء فيديو جاي دوك لينا اسماء ديالنا، والبنات اللي قالوا لي راه علاش حنا نسيتينا ما قلتوش لي ديري لي التحيه. كيف قلت لكم ما كنجيش نديرها بوحدي، حتى كنشوف البنات كاتبين لي، وان شاء الله فيديو جاي هادو كاملين اللي تقلقوا ان شاء الله نعطيهم تحيه فيديو جاي. راه كل شيء كنتقدم لكم تحيه، كلكم بلا ما نذكر اسماء ديالكم، راه كلكم كنقدم لكم تحيه، وكلكم كنبغيكم وكنحماق عليكم. ما تصوروش، راه نتوما حواتاتي والعائله ديالي، كون ما كنتوش عائلتي ما غاديش نتقاسم معكم اي حاجه. وكنشكر كلشي كنشكركم، لا اللي قدمت لهم تحيه ولا البنات اللي تقلقوا، كلكم كنقدم لكم تحيه وكلكم كنبغيكم. المهم دابا انا يلاه نط، لبست حويجاتي، درت غير الايلاينر وماسكارا، غادي نشوف اش من عكر شعكر خفيف نديرو. المهم انا ما غادي ندير حتى الشعكر، غادي ندير غير لابيلو. بنتي لبستها، راجلي على قبل يشد النهار على قبل بنتي، حيت ما عنديش لي شده ليا، خدها اليوم النهار كامل. مهم بابا حتى هو غادي يدوه معانا، المهم غيحطوني انايا ندوز امتحان، وغادي يمشيو هما لشي بلاصه يجلسوا في شي قهوه هكا ولا شي حاجه، وانا غادي ندخل ندوز امتحان ديالي ونخرج عنده. شوف انا دابا تعطلت، وليت ايد صابغه وايد لا. مهم بلاش داكشي بالزربه بالزربه. شنو بغيت نقول لكم تاني؟ غادي ندخل دوز انا امتحان، بعد عاد غادي نخرج عندهم، نمشي عندهم، من بعد غادي باغا ندور شويه في السانتروم، باغا نشوف البنتي شي سبرديله هكا وشي سروال. المهم انا نتوما معايا غدوز معايا هاد النهار هذا. اول حاجه غادي نهبط باش نجمع الاغراض اللي خاصني ندي معايا للامتحان. يلا معي. خرجت من بلاصه ديال الامتحان. الصراحه جاوني 38 سؤال في كي ان ام، و واحد المده ديال 45 دقيقه خصك تجاوبي على داكشي كامل. اللي ننصحكم بها البنات، ملي تدوزوا الامتحان ما تخليتوش شي سؤال فارغ، جاوبوا على كلشي، واخا شي سؤال ما متاكدينش منه غير جاوبوا، ما تخليوش بلاصه فراغ، حتى ديك بلاصه فراغ كتحسب عليك زيرو، ولا جاوبتي مازال كيقدروا يتفاهموا معاك، فهمتي؟ المهم انا دابا غادا نعيط على راجلي نشوفهم فين كاينين باش نمشي عندهم. يلا حبيباتي، لا عندكم شي اسئله خلوها لي في الكومنتات. نزلتي؟ احنا بنا دابا جينا لهاد المحل سميتو لاتينوس، راهي كتبان لكم من هنايا كيبيع. المهم انا ما كيبيع، راه حلال، كيبيع برجر، كيبيع فريت،
كيبيع المهم بحال المندور، ولكن هو حلال. انا غنوريه لكم. بالنسبه للمغاربه اللي ساكنين في جو هنا الايندهوفن وكيديروا كوب بغاو ياكلوا بحال كهامبرغر وداكشي، راه هذا كيبيع داكشي حلال بحال شكل ماكدو، كاين حلال كلشي تيبيع، كيبيع كلشي، كيبيع كاع داكشي ماكدو تيبيعو. المهم غادي نتغداو، من بعد غادي نمشي باغا ندخل شويه للبري معاك باش نشوف شي حاجه تما. وطلعت دابا طلعنا، اشنو بغيتي؟ شويه نقول لكم مشيت للبريمارك خديت منه شي حاجه، ما خديتش منه شي حاجه بزاف، غير خديت شي سروال بنتي حتى نوصل للدار ونوريكم، و خديت شي حاجات المهم حتى للدار ونوريكم. واليوم تلاقيت مع واحد الدريه زوينه بزاف مشتركه عندي، كنشكرها بزاف حيت عقلات عليا وجات سلمت عليا، كنشكرها سميتها إلهام ساكنه في ايندهوفن، كنشكرها بزاف بزاف بزاف. المهم البنات حنا دابا غاديين للدار وعاد غادي يمشي للاكشن. يلاه جيت دابا دزت الاكشن، خديت منها بعض الاشياء انا غنوريهم لكم. خديت البنات هاد فيتامين او شامبو، ما غاديش نديرو غير بوحدو، انا خديتو قلت غادي نخلطو مع الشامبوان ديال باليا حيت هذا فيه فيتامين او، قلت غادي نخلطو فيه، نخلطو هو وياه. وخديت هادي نيفيا جيل دوش، نيفيا جيل دوش، اول مره غادي نجربها، عجبتني الريحه ديالها، خديتها حتى هي من اكسيون. خديت شيتات ديال السنان، انا كيعجبوني هادو اللي رطبين، خديت ثلاثة، خديت هادو سبونج، هذا ديما كنمشي ناخذ من اكشن حيت كيبيعوه بواحد الاورو، كنمشي ديما ناخذ من اكشن في ربعه ديال كوزينا. خديت انا هادو ديال التواليت، خديت هاد لي لانجيت، خديت جوج كي دايروا واحد 98 سنت الواحد حتى هو من اكشن. خديت الشريحه كتعجبني ناكلها هكا في العشيه. هاد البسكوي هذا ستغوب وافل كيعجبني بزاف، كيعجبني هاد الصغيور، ما كنبغيش ناخذ كيف قلت لكم هذيك الكبيره، كنقدرش نكملها، هاد الصغيور دغيا كنغلب عليه وكناكلو. حتى هو خديته من اكشن داير واحد الاورو شي حاجه. السيروم ديال اندريلون
من اكشن، وخديت هاد البلاك هادي حيت ديالي خسرات ليا، ديالي القديمه قالت تمحات ليا من هنا يعني صافي ما بقاتش كدير مزيان. خديت هادي من اكشن قلت نجربها واش مزيانه ولا ما مزياناش. المهم انا غنجربها ونرد عليكم اخبار. تدير ما وصلش 8 اورو، دير 7 اورو شي حاجه باش خديتها من اكشن. قلت غادي نجربها حيت الاخرى ديالي مابقاتش كتصيب ليا مزيان، حيت هاد البلاصه كلها كيف قلت لكم تمحات ليها ولا مقشره يعني مابقاش كتصيب زوين. قلت نجرب هادي، انا ما كنصايبش السوشوال، كنصايب بهاد هاد التوشي هادي. صافي هادشي اللي خديت من اكشن، ودست الليدر خديت منها غير شي حاجه قليله. خديت البنتي من كرايت فات هاد غانيه دي بيو، تندير لها غير واحد مقيطه مع واتر باش كنسم لها باش كتشرب ليا الماء، حيت جربت معاها شحال من مره ما كتبغيش تشرب ليا الماء بوحدو، مي تنسمو لها غير واحد شويه واحد الكذبه صافي كتشرب ليا الماء، كتضطر تشرب ليا بزاف في النهار، والماء راه مزيان لبيبي، لهذا كناخد هذا باش نسمو لها. جنا وبغيت نوكلها شويه الفروي، وخديت لها هذا ساعه ما كلاتهمش وجبتهم معايا دابا، شربت غير شربت غير العصير وما خكلاتش هذا، من بعد نوكلهم ليها. بغي معك البنات، خديت لبنتي هذا سروال ديال التشين كتشوفوا نوري لكم، خديت لها السروال ديال التشين زوين بزاف عجبني، إلاستيك البنات، خديت لها ديال من 24 حتى 36 يعني من عامين وزيادة، دير غير واحد 6 أورو. فاش خديتها تسوى تما فين تلاقيت مع هذيك المشاركه اللي سميتها الهام في هاد البلاصه ديال السروال وسلمت عليها. خديت تاني من بريمار الشميعه هذه، ريحتها غزاله، باغا غير نزين بها الطبله، عرفتي ريحتها فنه يا البنات. المهم انا خديتها من بعد من بدل الديكور ديال الصالون، ونوريكم الديكورات اللي غادي نزيد فيها غادي نحطها فيه. وخديت هذه، هادي البنات مؤطر كتعطري به هكا الا ما كنتيش مصايبه داك معطر ولا شي حاجه. المهم هذا كان بغيت نعطر به غير هكا الفراش ديال بيت النعاس ولا الفراشه هكا ديال الصالون، فيه واحد الريحه زوينه البنات والله، فيه واحد الريحه غزاله هكا ترشي على الفراش كل ما تنعسي ولا ما تفيقي الصباح. هادشي هو اللي خديت من من بريمارك، هاد ثلاثه الحاجات ما بانش لي داكشي ديال المنزل، ما لقيتش حاجه اللي زوينه وعجبتني الصراحه، داكشي اللي فيه ما عجبنيش، لهذا خديت على ثلاثه الحوايج. وليدل خديت منه هذا تعجبوني، هادو اللي فيهم سيريال، وكما راه كناخذو بالبنان دابا خديته بالشوكولات كيحمقني، هذا راه زوين تذوقوه. صافي خديت على باريزيان باش نفطرو، وخديت مطيشة، خديت البنان، انا كاين كيعجبني ناخذ البنان هاكا اللي خضر باش يطيب عندي، حيت راك عارف البنان ما كيتكالش كل نهار، كنبغي ناخذو هاكا خضر باش الا جبتو بقى عندي هنايا ما يجي طيب تيكون تكال. وخديت الدقيق هذا كنبغي ندير هاكا في الكريب ولا في الشفنج ولا شي حاجه. وصافي وخديت واحد الكارطونه هكا ديال الحليب خديتها. صافي هادشي هو اللي كنت خديت حاليا، دابا خاصني ندوز باش نوجد العشاء. البنات هادي راه يلاه شفتها، هادي راه منها كتصيب شعر كتسرحو، ومنها كتكرولي وكتكرولي في نفس الوقت البنات، شفتوها يلاه شفتها زوينه كنجرح وداوي.